مرحبا بكم أعزائي الطلبة في الدرس الرابع من دروس الفصل الثالث اللي هو الـ Accounting for Purchases and Sales of Goods. أهداف الدرس الرابع Lesson Objective هو التعرف على الـ Cash Sales اللي هي المبيعات النقدية، وأيضا راح نتعرف على Sales Returns and Allowances والمسموحات ومردودات المبيعات. المثال الرابع ظاهر أمامنا، يقول إنه في 8/1/2016 بغداد Company sold هو فعل ماضي للفعل Sell، وبالتالي يعني يترجم على أنه باعت Goods بضاعة فور بمبلغ 65,000 دينار عراقي تو أحمد كومباني إن كاش يعني نقدا. إذن شركة بغداد الآن يوم 8/1 باعت بضاعة قيمتها 65,000 دينار إلى شركة أحمد نقدا. في اليوم التالي يوم 9/1/2016 أحمد كومباني شركة أحمد هذه اللي سبق وانبعنا لها البضاعة Returned Goods أعادت بضاعة قيمتها 5,000 دينار إلى شركة بغداد because some damages لوجود بعض الأضرار في تلك البضاعة. Required المطلوب Record the above transactions in the books of Baghdad Company. المطلوب هو إثبات العمليات على في سجلات شركة بغداد. بالنسبة للمعاملة التجارية الأولى راح يتم إثباتها من قبل شركة بغداد في سجلاتها أو في سجل اليومية بالشكل التالي. طالما شركة باعت بضاعة إذا راح نثبت حساب المبيعات. حساب المبيعات هو حساب طبيعته دائنة ويسمى بالسيلز يعني مبيعات. إذن راح نثبت في الطرف الدائن وليس المدين، الطرف الدائن راح نثبت Sales Revenue إيراد المبيعات وقيمته 65,000 دينار. ممكن إنه الطالب يسجل Sales فقط بدون ما يكتب كلمة Revenue وهي أيضا تنطي نفس المعنى، لأنه Sales Revenue والSales هي اثنتين تدل على قيمة المبيعات اللي هو قيمة إيراد المبيعات، فبالتالي ماكو ضرر إذا كتبنا Sales فقط أو Sales Revenue. عملية البيع هذه تمت in cash يعني نقدا، إذن احنا استلمنا قيمة هذه البضاعة وبالتالي راح يتم إثباتها في السجلات في الطرف المدين من القيد لإثبات عملية استلام المبلغ، فنثبت حساب الصندوق في الطرف المدين اللي نسميه بالكاش. الكاش نثبته مدين 65,000 دلالة على استلام قيمة هذه المبيعات، وبالتالي القيد راح يكون من حساب الكاش إلى حساب السيلز ريفينيو، من حساب الصندوق إلى حساب إيراد المبيعات. شرح القيد ممكن نقول to record the sales of goods in cash يعني لإثبات مبيعات البضاعة نقدا. فيما يتعلق بالمعاملة التجارية الأخرى اللي صارت يوم 9/1 أن شركة أحمد رجعت بضاعة قيمتها 5,000 دينار إلى شركة بغداد لوجود بعض الأضرار. هذه المردودات بالنسبة إلى شركة بغداد تعتبر مردودات مبيعات، وكل إحنا نعرف أن مردودات المبيعات هي عكس المبيعات، وبالتالي راح تكون ذات طبيعة مدينة. فإذا نثبت في الطرف المدين من هذا القيد Sales Returns مردودات المبيعات قيمتها 5,000 دينار. طالما عملية البيع كانت نقدا فإذا هذه المردودات أيضا نقدا، وبالتالي لازم نسدد قيمة هذه المردودات إلى شركة أحمد، فنخلي حساب الكاش في الطرف الدائن من هذا القيد، وبالتالي راح يكون القيد من حساب السيلز ريتيرنز إلى حساب الكاش. شرح القيد To record the returns of cash sales يعني لإثبات مردودات المبيعات النقدية. بهذا
نكون قد أكملنا الدرس الرابع من دروس الفصل الثالث. نلتقيكم في الدرس الخامس قريبا إن شاء الله. تحياتي لكم.